أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر الله 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 هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد الله 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 إرم ذات العماد ألم تر كيف فعل ربك بعاد
العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله حبيبي افتح عليك. انت يا عم انت اسمعها تاني دول لك. مفيش قلم طرق تاني طبعا عشان خاطري. اسمعها تاني ان شاء الله. حاسس بالنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. شكرا يا مولانا. شكرا يا مولانا. زي ما انت عايز. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. الله 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 الله. يا سلام. بعدين يا عم الشيخ. طغيان حلو قوي يا عم. جننتنا يا عم. الله الله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. السلام. السلام عليكم. حلو.
الجمل دي مش خسر قوي. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا وجيء يومئذ بجهنم. سلم يا رب يومئذ يتذكر الإنسان لحياتي. إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. سلم يا رب سلم. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي.
فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. طب عشان خاطري اتنين منها كده. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا أقسم بهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. سيدنا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين. جلت قدرة الله. ولسانا وشفتين. وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه
عجبك يا ابو نادر؟ عجبك دي؟ انت شايف يا عم؟ لا لا مش هو اللي هو مش عايز دي. احنا لما نحمل حاجه انا عارف ان هو مش عايز دي. فبنلعبه هو بقى براحته. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا حمل العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ألم نجعل له لسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. فلا اقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم
ما العقبة. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. لا دي لو ما تعديش هنا فيها كلام دي لا 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 انت ما رضيتش تعمل الجواب اللي فات بتاع منتظر انت عشان تعملها ده يعني؟ لا ما هيجيش جواب. لا 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 ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة يا عم والنبي ابوس ايدك ألم نجعل له عينين حبيبي يا سيدنا ربنا يفتح عليك يا رب ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة ستار يا رب يا ستار وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صلى الله على حضرته وآله وصحبه وسلم صل عليه فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر
شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.